السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوف نتكلم عن موضوع الفلين. الفلين، استخدامات الفلين في الأسطح. نسرد العيوب. أولا، العيب الأول أثناء صب البمب عندما يضرب في طرف الفلين يكسره، زي هنا مثلا، هذا زي هنا، هذه كلها الفتات تنزل على القصر لأن الفلين ما يتحمل ضغط البمب، زي هنا برضو. أيضا ضغط البمب عندما ينزل في العصب نلاحظ أنه يقوم بدفع الفلين إلى جهة واحدة زي هذا. شوف هنا الكفر ما فيه، بس وهنا حوالي 5 سنتي ينزاح الفلين مع ضغط الخرسانة، زي هنا مثلا، زي هنا. شوف كم هنا الفلين على الكانة، طوالي يعني ما فيش هنا كفر وهنا كفر، بسبب ان الضغط البمب يعمل على ازاحة الفلين الى جهة واحدة. وهذا العيب الثاني برضو. العيب الثالث زي هنا، نجرد ما العامل او الصباب يضغط على طرف الفلين تحصل انه يتفتت ينزل في قلب البلاطه او قلب الجسر. اضف الى ذلك مشكله الطفو. احيانا اذا كانت الخرسانه لينه شويه الفلين يطفو من فوق ويرفع التسليح العلوي، زي هنا مثلا. شوف الفتات. ولكن الفلين هذا له مميزات. المميزة الأولى هي خفة الوزن، تكسب وزن غير مضاف على السطح. ولكن هذا في الأدوار المرتفعة، يعني إذا كان معك أكثر من 5 دور 6 دور 7 دور، نعم يستحسن أن تستخدم الفلين لكي يخف معك وزن السطح. أما إذا كان المبنى أو العمارة مكونة من 2 3، فالأفضل استخدام البلوك الهردي المفرغ أو الطوب الأحمر لتلافي هذه العيوب. وشكراً.